ونستقبل عبر سكايب من واشنطن السفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأمريكية. سيد السفير، مرحبا بحضرتك بداية على شاشة القاهرة الإخبارية. ما تداعيات هذا المشهد الذي نراه الآن سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشعبي أيضا؟ أولا مرحبا لكم ولمشاهديكم الكرام. الأمر علينا من أجل احتساب ما يمكن أن يحصل، علينا أن نفصل بين الوقت حاليا وبينما وبعد وقت قصير من الآن. الآن فجائيا في على المدى القصير زادت فعلا نسبة التأييد لترامب سواء بين الجمهوريين، وكما تحدث مراسلكم من مانهاتن أنه أصبح سيطر على المرشح المحتمل الآخر رون ديسانتيس، ولكن هذا على المدى القصير لأن كثيرين يعتقدون الآن أن هذا الموضوع هو موضوع سياسي بحت، مثلما وزع ترامب كثيرا وأظهر نفسه بأنه ضحية لعملية سياسية من قبل الديمقراطيين والقضاة الذين يؤيدونهم من أجل منعه من الوصول إلى الرئاسة مرة ثانية. هذا على المدى القصير. أما على المدى الأطول وبعد أن تظهر الاتهامات تجاه ترامب الكثيرة وفي أمور متعددة وفي ولايات مختلفة ليس فقط في نيويورك، هنالك في جورجيا بالنسبة إلى الطلب من أحد مسؤولي الانتخابات الذي هو من الحزب الجمهوري أن يزور الانتخابات لصالحه، بالنسبة إلى ما فعله في 6 يناير عام 21 عندما شجع مناصريه للهجوم على مبنى الكونغرس، وبالنسبة لأمور كثيرة عندما أخذ معه إلى منزله في فلوريدا مستندات سرية للغاية هي ملك دائرة المحفوظات في الولايات المتحدة وليس ملك الرئيس السابق شخصيا. وعندما سنرى في المستقبل القريب بعد أشهر قليلة الحملة الانتخابية داخل الحزب الجمهوري بالنسبة إلى الانتخابات التمهيدية، كل مرشح سيسأل الأعضاء الحزب الجمهوري الذين سيصوتون في هذه الانتخابات التمهيدية، هل تريدون رئيسا يقيم علاقات مع ممثلات إباحية وهو متزوج وزوجته في حالة مخاض ستولد بين لحظة وأخرى وهو يقضي وقته مع ممثلات إباحيات؟ هذا موضوع ليس مخالفة قانونية ولكنه مخالفة أخلاقية كبرى، وهنا الشعب سيفكر هل هذا الشخص هو أخلاقي بما فيه الكفاية لنصوت له؟ سيد وأسئلة سفير. كثيرة. نعم تفضلي. في حديث حضرتك جزئيتين في غاية الأهمية حقيقة، حضرتك تحدثت على الوقت الحالي وعلى المدى الطويل. فيما يخص المدى الطويل، عندما تظهر هذه الاتهامات وتؤكد من قبل المحكمة، ما الذي سيحدث؟ يعني ما الذي سيختلف عن حشد كل هذه الأنصار الآن، وهو بالفعل نجح في التشكيك في القاضي وفي هيئة المحلفين حتى قبل ثبوت هذه التهم؟ نعم، أولا هنالك داخل الحزب الجمهوري أقلية إلى حد ما ضئيلة ضد ترامب نهائيا، يعني هي لا تؤيده إطلاقا، وهنالك أكثر حوالي من 70% من أعضاء الحزب الجمهوري يؤيدون ترامب بصورة عمياء. هؤلاء لا يمكن أن تتزحزح ولاءهم له، ولكن المسألة تتعلق بالمستقلين الذين أصبحوا نسبة كبرى من الناخبين، لا هم مع الحزب الديمقراطي ولا هم مع الحزب الجمهوري، وهؤلاء هم الذين سيجري التشديد على أصواتهم. الآن حاليا قسما لا بأس به من المستقلين أيدوا ترامب في استقصاءات الرأي التي حصلت بعد أن وجهت التهم إليه، ربما وعلى الأرجح لاعتقادهم بأن الموضوع موضوع سياسي بحت، ولكن عندما تظهر كما تفضلت في سؤالك الوقائع عندئذ الكثير طيب من المستقلين يعني حضرتك يتخذون موقف مخالف. حضرتك نعم لأنه فقط أخذ إجابة بنعم أم لا، حضرتك تقصد أنها سيكون عليها أو لها انعكاسات على المستوى السياسي في الانتخابات التمهيدية مختلف تماما على الجانب الشعبي أو الجانب المتعلق من أنصاره؟
نعم هذا ما أعتقده. نعم. أنا لأن نعم تفضل. نعم أنا أشكرك جزيل الشكر السفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأمريكية على هذه التفاصيل وهذا التحليل، شكرا جزيلا لك.